أشهد أنك امرأة العصور يا زهرة فاحت يا زهرة فاحت بها كل العطور. هو الموج يخفو كالحرير، الموج يخفو إذا خطرت، والليل يخجل من بهائك، يخجل إذا مررت. وكل هذا السحر في عينيك يا امرأة، وقف التاريخ في بابها أعواما. من لي بهذا الكون من لغة تصف تصف الجمال وتوقظ الإلهام. أما النجوم فمن ضيائك، من ضيائك قد بدأ وكأنها في مقلتيك، في مقلتيك تحمما. الأرض تشهد أنك امرأة، تشهد أنك امرأة العصور يا زهرة فاحت، يا زهرة فاحت بها كل العطور. لماذا أمرت بجلد الشاب المصري؟ هل أثار قرفك إلى الحد الذي استحق فيه عقوبة الجلد؟ ألأنه عبد مصري؟ ألأنه يخصني؟ تكلمي يا برينيس، تكلمي. لماذا فعلت هذا؟ ليلحق بأن أعرف، فالعبد كان من اختياري. من الأفضل أن تذهبي وتتركيني هادئة يا كليوباترا. إياك أن تقربي ما يخصني بعد الآن، كي لا أندم على التصرف الذي سأقوم به. أنت يا امرأة، كيف دخلت إلى هنا بدون علمي؟ أنا ساكر يا مولاي، وأنا الأثيرة لديك. ماذا تريدين؟ لقد اشتقت إليك، ألا تريدني؟ ألا تحتاجني؟ لا، ليس الليلة، فأنا متعب وأريد الانفراد بنفسي. أتوسل إليك يا مولاي، دعني أكون بجانبك وأنت بهذه الحال يخفف عنك. اذهبي يا امرأة، أنت متعب يا مولاي،
تعال اجلس هنا وارح رأسك على صدري، وسترى قدرتي على التخفيف عنك. أنت لا تسمعين الكلام، ولا بد من طردك بالقوة. رفقا بي يا مولاي، فأنا حامل منك. قلتي إنك حامل مني أنا؟ هذا ما لم أجرؤ على قوله لك من البداية. أجل يا مولاي، طفلك في أحشائي، وقد جئت لأزف لك هذا الخبر السعيد تفرح مثلي. فأنا سأطير من الفرح، لأنني سأنجب من جلالة الملك بطلموس وليا للعهد. اسمعي يا امرأة، يبدو أنك لا تعرفينني جيدا لتحاول الاستخفاف بعقلي، أو أنك تعرفينني لكن شيئا ما في رأسك يدفعك لأن تتصرفي بهذه الطريقة. أعرف أنك لم تعد تحبني، ولكن إن كففت عن حبي لماذا تدعوني إلى جانبك؟ ومن السهل أن تتخلص مني. لا، أنا لا أريد التخلص منك. أنت تعلمين كيف أوقعتني في حبك. حبك هذا ليس كافيا يا مولاي، وقد بدأت تتحدث معي وكأنني تحولت في نظرك إلى غانية. ربما لم أكن سعيدة في حياتي كما كنت قبل قليل، وأنا في انتظارك لأخبرك بأنك ستصبح أبا لابني. نعم يا مولاي، ولن يطول الوقت حتى يكون بطلموس الصغير بين يديك. سيكون شبيها بك، وسيبرع في العزف على المزمار، سيحكم من بعدك، ويكون أبا لأبناء يحكمون من بعده. تعالي، تعالي إلى صدري يا امرأة، لعلي أخفف عنك ما تعانيه. ما قلقك يا كليوباترا؟ يا ابنتي، يحاول الإنسان جاهدا أن يخفي مكنونات قلبه وروحه، ولكن العيون تفضحه وتكشفه، فإن العيون أخلاق الجسد، والضمير الحي هو أخلاق الروح. أخاف على أبي أيها المعلم، وأريده قويا، فأعداؤه يتربصون به. لا تستطيعين فعل شيء يا كليوباترا، فروحه رفضت الملك والملوك، وعندما ترفض الروح أي شيء لا يستطيع القلب والعقل فعل شيء. فانتبهي لنفسك يا ابنتي، فأمامك مشوار طويل كله مصاعب ومكائد وآلام، ولكنك حرة أبية، تعرفين متى ترحلين. أرحل؟ ما هو قصدك أيها المعلم؟ أقصد يا ابنتي أنك تعرفين متى تقتربين من أمر ما، ومتى تبتعدين عن أمر آخر. يا معلم، لقد تعلمت منك أشياء كثيرة، وتوصلت إلى أن الإنسان إذا رحل أو أراد أن يرحل يجب أن يكون عطره قوياً
ناعما مسكرا، فيعلم الناس بعد رحيله أنه قد مر من هنا. تتكلمين عن الرحيل وأنت بعد صغيرة؟ أنت من تكلم عن الرحيل أولا، وأنا من تكلم عن البقاء. إن أكثر ما يهمني في هذه الدنيا أنني عندما أرحل عنها أريد أن أكون عطرا، ريحا، نهرا. إلا أن الفرق بيني وبين النهر أن النهر ينتقي أسهل الدروب، أما أنا فلا أحب إلا الصعاب. المهم يا ابنتي أن يبقى حب الخير فيك وحب الحياة وحب الناس، وهكذا تكسبين كل الحياة. ولكن على ألا يتملكك أي أمر أو أي شخص. لن يتملكني أحد أو شيء، فبرأسي أشياء كثيرة لا تعرفها إلا الآلهة، ولن أرتاح حتى أرى هذه الأشياء أمام ناظري حقيقة. فأنا كما تعرفني أفضل الموت في المنتصف على ألا أكون مالكة في الهامش. الأميرة كليوباترا، أتوسل إليك، أنقذيني من هؤلاء، إنهم يريدون ذبحي يا مولاتي. أتوسل إليك يا ابنة إيزيس. ماذا فعل هذا الفتى؟ سرق مالا من امرأة تبتاعه في السوق يا مولاتي. كاذب، كاذب يا مولاتي، هذا ليس صحيحا. لقد بعثوا في ملابسي ولم يعثروا على شيء. بعثوا حتى في بيتي ولم يعثروا على شيء. بعثوا في كل مكان ولم يعثروا على شيء. كاذب يا مولاتي، كاذب. مولاتي انظري إلى عيني، انظري إلى ثيابي، هل هذه هيئة لص؟ مولاتي أنا أعمل بكد فقط كي أحصل على صحن من الطعام. مولاتي الأميرة، أنا من أتباع أبيك الملك العظيم، لا يمكن لي أن أسرق. إنهم كاذبون يا مولاتي، كاذبون. مولاتي أصمت أيها الفتى، أصمت. سأتحقق من هذا الأمر بنفسي، وإن كنت كاذبا سأضاعف عقوبتك. ضموه إلى موكبي وإياك أن تهرب. لا يمكن أن أهرب من شرف الانضمام إلى موكبك يا مولاتي، لا يمكن. ما اسمك؟ كاري يا مولاتي. هل سرقت النقود أم لا يا كاري؟ نعم سرقتها يا مولاتي. أين خبأتها؟ في مكان أمين يا مولاتي. ألم تقول لي أين خبأتها؟
لست غبيا لأخبرك أين خبأت مالي يا مولاتي. كيف سأعيش من دونه في الأيام القادمة يا مولاتي؟ لن تحتاج المال بعد اليوم، لأنني سأضمك إلى خدمتي في القصر. ستعيش منذ الغد حياة رغيدة ونزيهة وشريفة. هل ستصرخ بعد أن تصبح أحد رجالي؟ طبعا يا مولاتي، سأظل أصرخ حتى لو أصبحت الملكة نفسها. مولاتي، السرقة عندي هواية، عادة، مرض أصابني منذ الطفولة يا مولاتي. إذن ليس هناك سوى رد واحد على هذا المرض. وما هو؟ أن أجعلك تصرخ كبقية الأوغاد. هل ستسرق بعد أن تصبح أحد رجالي يا كاري؟ لا يا مولاتي، لن أسرق بعد اليوم. حسنا، أريدك إلى جانبي طوال الوقت، في الصباح عندما أستيقظ وفي المساء قبل أن أغفل. أتسمعني؟ أسمعك يا مولاتي. مولاتي، هواي هناك شائعة تقول أنك أصبحت الرجل الأقوى في البلاط نظراً لشعبيتك الواسعة بين صفوف العامة. مولاتي، كنت دائماً أؤكد هذه الحقيقة لمولاي الملك بطلمص. يجب علينا ألا نقطع كل الخيوط مع الناس، وألا سنكون ملوكاً في ممالك ليس فيها أحد. وهل يبارك الملك بطلمص جهودك هذا؟ كان يقول لي باستمرار: لسنا مضطرين لحب هؤلاء الناس، إنه لا يثق بالناس بسهولة. أنا مضطرة لحب هؤلاء الناس يا ديو، لقد أعطتنا الآلهة الحكم ولا تريدنا أن نفرط فيه، فلتكن مطمئن البال من ناحيتي. مطمئن يا مولاتي، مطمئن. كما أنا سعيد بهذا الكلام، وكما أنا على يقين بأنك ستمسكين بزمام الأمور كما يجب. مولاتي، ستقوديننا في الاتجاه الصحيح، أنا متأكد من ذلك. مولاتي، انظري إلى عيني، انظر إلى ثيابي، هل هذه هيئة لص؟ إنهم كاذبون يا مولاتي، كاذبون. مولاتي، كلمة يا أليثيا يمني اليونانية تعني الحقيقة المجردة، أي مجرد أنها جمال وليس لها وجود ملحوظ. أما بالرومانية فنقول فيرتاس نودا لتعطي نفس المعنى. أما بالمصرية، أين الأميرة كليوباترا إذن؟ إنها في الخارج لأمر ما. ليس من عادتها أن تتأخر عن دروس اللغات. لنكمل، وعندما تعود سأضطر للإعادة. وكما قلنا، إن كلمة يألثيا يمني اليونانية تعني الحقيقة المجردة. Thank you.
اللعنة عليك أيها الناس. كنت عازما على الرحيل والعودة إلى أثينا، ولكنني بالأمس تراجعت عن هذا القرار لأنه أصبح لدي سبب آخر للبقاء. لقد أرهقتني مدينة الإسكندرية قليلا، ولم يعد فيها شيء يبعث المتعة في نفسي. بدت أشعر فيها بالعزلة التي يحس بها المرء في البحر عندما تغيب عنه علامات الطرد. وهل هذا نذير شؤم أيها المعلم؟ لم تراودني هذه المشاعر بمثل هذه القوة في أي وقت مضى. لماذا قررت البقاء إذن؟ تلك المشاعر التي كانت وراء رغبتي في الرحيل هي نفسها التي تدفعني الآن للبقاء. الإسكندرية الآن على حافة العالم، وهي بحاجة إلى بطل أسطوري يمد يده ليمنعها من السقوط، ولكن ليس من السهل العثور عليه. وهل استطعت أن ترسم الملامح لهذا البطل الأسطوري في مخيلتك؟ كل ما أستطيع قوله هو أنه يحدث الآن في الإسكندرية ما هو جدير بالذكر في تاريخ المدينة. وكما ترين فإنني أدون كل الحقائق الغريبة في هذا البلد وكأنها شيء طبيعي. وهل لديك امرأة فيما تكتب؟ ما أعرفه أن الملك بطليموس وجد أخيرا شخصا يمكنه أن يعتمد عليه إذا ساءت الأمور، وهذا الشخص هو أنت. إن لديه خططا لك ولمستقبلك، وهو يعتقد أنك تستطيعين أن تفعلي الصواب. وأنت أيها المعلم؟ لو لم أؤمن بذلك لكنت الآن في طريقي إلى أثينا. كنت سأحسن إن لم تقل ذلك. لا تقلقي يا كليوباترا، سأذكرك في قصصي. أنت على وشك أن تدخلي، ستدخلين التاريخ، ولكن اعلمي أن السعادة لم تخلق للعظماء يا كليوباترا. التاريخ؟ Thank you.
كنت دائما أتمنى أن أناديك بأبي العزيز، وأن يناديني الآخرون بالمحبة لأبيها، لكنني لم أقوى قط على التفوه بهاتين الكلمتين، لأنني لم أذهب يوما إلى النوم إلا وأنا أشعر أنك تكرهني. أكرهك؟ كيف؟ كيف أكرهك وأنت ابنتي؟ لا يا برنيس، أنا لم أكرهك، لقد غضبت منك ومن أخطائك أشد الغضب. أذكرك بها إن كنت قد نسيتي، لقد ساعدتي مجرما حاول قتل أبيك على الهروب من السجن لأنه يرضي احتياجاتك. قد اشتد غيظي وقتها وكدت أقتلك، لكنني تمالكت نفسي لأنك ابنتي. أريدك أن تسامحني يا أبي، أن تمنحني فرصة لأكفر عن ذنبي. سامحني يا أبي، ألا تستطيع أن تسامح أبدا؟ أسامحك؟ الآن تطلبين مني أن أسامح؟ لكنك وقتها تماديت فيما أنت فيه، أسأت إلى أبيك وكرامته، وأمك التي كان يجب أن ترفض ما فعلتي وقفت إلى جانبك تدافع عنك. هذا كان لابد أن تخرج من حياتي، لأنكما لا تستحقان العيش معي. هل يمكن أن يقسو قلبك إلى هذا الحد فتصبح جلادا متحجر المشاعر؟ أبي، أنت من يستحق العطف والشفقة، ولست أنا من تحتاج إلى عطفك. أما أمي فأنت تعلم أنها قد ماتت بحسرتها، أما الذي لا تعلمه أنها ماتت وهي تلعنك، تلعنك ما دمت حيا. رأسي أيتها البغيضة، ذهبي من أمامي قبل أن أصب جام غضبي عليك. ذهبي. أنك تحط من قدري وتهينني أمام أختي الأصغر. أنت من جلبته على نفسك، ذهبي من أمامي الآن. ذهبي قلت لك. هدئ من نفسك يا أبي. رأيت يا كليوباترا ما بداخلها من غل وكره؟ إنها كأمها تماما. لكن دعك منها وقولي، هل تستمتعين بوقتك يا ابنتي؟ أجل يا مولاي. خير ما تفعلين يا ابنتي أن تستمتعي بوقتك قدر استطاعتك، فالأيام لا تحمل لنا كثير من السعادة، لكنها تحمل الكثير والكثير من الآلام والمعاناة. سيصل كاتو رسول روما إلى ميناء الإسكندرية، ولا نعرف بالضبط ما الذي يحمله من طلبات وأوامر إلى الملك بطليموس. طبعا لن نثير العامة في استقباله، ولكننا سنثيرهم في وداعه، لأنني متأكد بأن في طلباته أشياء جائرة، وستكون لنا ذريعة حاسمة لإثارة غضب العامة عليه. هل قادة العامة جاهزون لهذه المهمة؟ أجل يا سيدي، الكل هنا رانوا إشارتنا، ما إن تصلهم أوامرنا حتى يقلبوا المدينة رأساً على عقب. حسناً، وديوميدس؟ ما باله؟ ماذا بشأنه؟ أنا لا أحبه، لا أرتاح إليه، إنه يحب المراوغة، إنه كالكلب التائه يا مولاي، دائماً يبحث عن سيد، وطالما أن الملك هو الرجل الأول فلن ينحاز إلينا. لا يوم، الجميع هكذا، ولكن الأميرة بيرينيس حسمت أمرها وهذا يكفينا. اسمع،
الوقت الآن غير ملائم للتفاصيل. اذهب الآن إلى معسكرك، وغدا نلتقي ونتابع الحديث. اذهب. مفاجأة سارة. ما هي؟ لقد اهتدى جواسيسي إلى الأماكن التي يتردد إليها ذاك اللص الحقير كاري. اللص الحقير كاري! هل أنت متأكدة؟ أجل يا مولاتي، لقد أخبروني بذلك قبل قليل. هل أرسل جنودنا للقبض عليه؟ جنود من؟ يا إيراس، أخشى أن يهرب منهم. سأقوم بهذه المهمة بنفسي. متى يا مولاي؟ الآن يا إيراس. هذه المغامرة تخيفني يا مولاتي. أنا خائفة أكثر منك، لكنني أريد أن أعرف مكان ذلك الوقت. أعتقد من هنا. يبدو أننا في مصبغة. استحم يا مولاي. ماذا تفعل هنا؟ أنا هارب من الحراس. وأين بيته؟ كل مكان في الأرض هو بيتي يا مولاي. مولاتي اشربي. ما هذا؟ هذا لبيد مسروق من منزل الوزير. إيراس، إنه لذيذ. طبعاً لأنه مسروق. حاضر. يغلست من القيام بأي حركة ناقصة أمام مولاتي. أتسمعني؟ كفى كفى يا مولاتي. اخرسي يا إيراس. اشرب يا مولاتي. كفى يا مولاتي. اخرسي يا إيراس. اخرسي يا كاري. ماذا تريد مني مولاتي؟ يا كاري، أنا أشعر بالملل. مولاتي اشربي يا إيراس. مولاتي مرحبا بك في النعيم. تفضلي يا مولاتي. مرحبا بك يا مولاتي كليوباترا. للآلهة على وصولك بالسلامة أيها النبي الكاتو. شكرا أيها القائد سيليكوس. مولاي الملك بطليموس قرر أن يلقاك غدا. غدا؟ لأنه رأى أنك ستكون متعبا بسبب الرحلة البحرية من روما إلى الإسكندرية، ولكي يكون اللقاء مثمرا. أنا لا أشك بحكمة الملك بطليموس، وأنا أقدر شجاعته عندما يرفض الحوار مع شخص متعب. خذني إلى عربتي أيها القائد. تفضل يا سيدي.
ايتها الاميره كليوباترا، انه ليوم جميل حقا لانك اشرفت بها ايتها الاميره. لنحرسك ايزيد ايتها الاميره، لدي كل ما يليق بالاميرات من عطور وزينه، سيشوقك الامر، تفضلي يا مولاتي. وشاحات من بلاد الهند، وحرير من دمشق، وطيارس من روما، وكل ما تحتاجه الاميره لتكون المراه الاجمل والاكثر اناقه في هذه الدنيا. اهدأوا ايها الساده اهدأوا، ساشتري منكم جميعا، لدي الوقت الكافي لذلك. ما نوع هذا العطر؟ انه عطر جديد يا مولاتي، وسوف يعجبك، ان لديه القدره على اثاره الاحلام الجميله. لا لا لا، لن اسمح لاي شيء التدخل في احلامي. وما العطر الذي تفضله مولاتي اذا؟ اريد عطرا يشبهه. اعذريني يا مولاتي، فانا لا استطيع ان اغشك. عطرا كهذا لم يصنع بعد، واني لا اتساءل قبل ذلك، هل تحتاج الزهره الى عطر اصلا؟ أرباز، حديثك أعجبني، ولهذا سأشتري من كل صف، سأشتري منكم جميعا، لا تحزنوا. أمرك يا مولاتي. الأرض تشهد أنك امرأة، تشهد أنك امرأة العصور، يا زهرة فاحت، يا زهرة والموج يخفو كالحرير، الموج يخفو إذا خطرت، والليل يخجل من بهائك، يخجل إذا مررت. وكل هذا السحر في عينيك يا امرأة، وقف التاريخ ببابها أعواما، من لي بهذا الكون من لغة تصف، تصف الجمال وتوقظ الإلهام. أما النجوم فمن ضيائك، من ضيائك قد بدأ، وكأنها في مقلتيك، في مقلتيك تحمما. الأرض تشهد أنك امرأة، تشهد أنك امرأة العصور، يا زهرة فاحت، يا زهرة.